السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنكمل ست الكل بتسأل. السؤال معانا النهارده من ست الكل هو عن المشاكل بين الابناء او الاخوات، والاساس طبعا في زرع اولادي بيتخانقوا على طول، وعلى طول مشاكل بينهم وبين بعض، والمشكله دي يعني بتخليني دايما اتعصب عليهم واضربهم، والمشكله برضو ما بتنتهيش، بالعكس بتزيد. طيب، الصراعات او المشاكل بين الاخوات بيكون اساس زرع العداوه والصراعات هي المقارنات المستمره. طول ما انت بتقارني بين اولادك، المقارنات دي بتخلي بينهم زي ايه، شحنات سلبيه كده، زي ان هما الاتنين قاعدين مش طايقين بعض، فواقفين لبعض على الواحده زي ما بيقولوا كده. عشان كده هنبدأ نتكلم عن بعض الخطوات اللي ممكن تقلل المشاكل بين الإخوات. تمام، نركز مع بعض كده. أول حاجة، بلاش مقارنات بين ولادنا بعضهم ببعض، بلاش مقارنات أصلا. تمام، يبقى رقم واحد، ممنوع تقارني ولادك ببعض. رقم اتنين، بلاش نتكلم بأسلوب إيه، مين أحسن من مين، مين أشطر من مين، مين هيعمل ده الأول، مين هيخلص الواجب الأول. بلاش الأسلوب ده نتكلم بيه خالص. يبقى أول حاجة، بلاش مقارنات، بلاش نتكلم بأسلوب مين أحسن من مين، مين أجمل من مين، مين أحلى من مين، مين هيخلص الأول، مين أسرع، بلاش الكلام ده. تمام. رقم ثلاثة، لازم نتكلم بروح الفريق، إن إحنا كلنا أسرة واحدة. فأنت النهاردة أنت لما تعمل مثلا تغسل الأطباق، وأخوك مثلا أو أختك تملى الأزايز ومش عارفة إيه، إحنا كلنا بنحاول نعيش في مكان نظيف. ده هيروق الصالة، ده هيروق الأوضة، ده هيرتب هدومه، ده هيعمل مش عارفة إيه. إحنا كلنا كأسرة واحدة عايشين في مكان واحد، فعايزين نبقى إيه، عايشين بشكل كويس. تمام. رقم أربعة، لازم يكون في تجمع دايما عائلي، يعني ناكل مع بعض، نحاول يكون في حوار في وسط الأكل، نحاول يكون في تجمع مثلا لو عيد ميلاد مثلا هنعمله، نحاول دايما يكون في تجمعات عائلية لأولادي. تمام. كمان لازم أشجع ابني إن هو يقدم، أولادي إن هم يقدموا هدايا لبعض. لازم نشجع أولادنا، مثلا عيد ميلاد حد من أولادي، اشجع اخوه ان هو يجيب له هديه، او العكس، او اخته انها تجيب له هديه، او هو يجيب له اخته. تمام، لازم اشجعهم على فكره ان هو يهادي اخوه او اخته. تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تقلل المشاكل بين الاخوات، ان انا ما ينفعش امدح واحد ودلع واحد على حساب التاني. ما اصل ده الصغير، ما اصل ده اللي بيريحني، ما اصل ده اللي هو الطيب الجميل، لكن التاني الشرير الوحش. تمام، لان ده بيخلي ابنك يحس، واللي هو مش متدلع ده او اللي هو مش واخد الاهتمام بيحس بتعب جامد قوي، ان هو اشمعنى اخويا واخد الاهتمام وانا مش واخد الاهتمام، اشمعنى بتهتم بده وما بتهتمش بيا، اشمعنى ماما بتقول لاختي او لاخويا كلام احلى ما بتقول لي انا كلام ده، اشمعنى دايما بتزعق لنا. تمام، يبقى ممنوع خالص ان انا امدح او ادلع حد على حساب التاني، مش عشان ده الصغير فدلعه وجع كبير. تمام، او عشان ده مثلا طيب وده شرير، ومفيش حاجه اسمها طيب وشرير، وفي حاجه اسمها طريقه التعامل هي اللي بتحدد الطفل هيستجيب وسلوكه هيتعدل ولا لا، او الطفل ده هيسمع كلامي او مش هيسمع كلامي. يبقى ممنوع خالص ان احنا نمدح حد او ندلع حد على حساب التاني، عشان ده الصغير وده الكبير، او ده الطيب وده الشرير، الكلام ده مش موجود. ده هيقلل المشاكل بين اولادنا. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.